بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مباراة مو جيمينج. طبعا مو جيمينج تشكيلته تعتبر ثقيلة 6.3، وهذه المرة قابل الوحش، قابل ما يفل الحديد للحديد، يعني كنت ريحا فقد قابلت عصارة. ممكن البرابرة يحلون الإشكال وين هنا المعركة. لا 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 لا، لعب البيكا. ف الآن أنت كلاعب شوف يلعن شكله، وإيش ذا، إيش القرف. أنت كشخص تلعب بيكا، المفروض تلعب بيكا الآن، يلعب بيكا الآن أو يصمت للأبد. فمن جد يعني هنا بيجلك صاروخ ما فيها كلام، ماشي 140 كيلومتر، مشكلة. مشكلة والله. تفاصيل 5. نشوف مرة ثانية، نشوف هذه المرة ضد هوك سايكل. طبعا زميلنا بالعادة يجلد الهوك سايكل، لكن ما عنده سبيل. طبعا زي ما تشايفين لعب فيه لعب الصراحة، والله فن قاعد يلعب بفن. صاحب الهوك سايكل هذا قاعد يلعب بفن غير طبيعي. مستفزة تشكيلة زميلنا مو جيمينج، جد مستفزة. زعل على كذا الخصم ليفل 10، هذا اللي زاد الطينة بالله. جي جي والسلام عليكم.